كل الكلام الحلو اللي انا قلته ده بقى حاجه، والخبر ده نحاول نفهمه اكتر. اتنين من الطلبه، طلبه الثانويه العامه، اتلغى لهم امتحان الديناميكا. ليه بقى اتلغى امتحان الديناميكا؟ ايه التفاصيل؟ عايزين نعرف. وطبعا بطبيعه الحال لازم نطلع على اجواء الامتحانات بتاعه النهارده. معانا على التليفون الاستاذ محمود عبد الرحمن، الصحفي بجريده الوطن والمتخصص في التعليم، زميلنا العزيز، اهلا بيك. الخط قطع يا دوب، انا بس كده. معلش يا محمود، انا بصراحه اتكلمت عن العالمين كتير حبتين، ممكن يكون الخط قطع بسبب كده يعني، ولكن المكالمه وقعت، بس لان انا فعلا حقيقي سعيد، فخور، مبهور باللي بشوفه، واعتقد ان انبهاري هيزيد اكتر واكتر واحنا هناك وبنشوف ده بعنينا وبنلمسه زي ما بيتقال وبنتابعه، وهتلاقونا دايما بنغطيه وبنقول لكم ايه الاحوال، وهشجعك دايما انك انت تروح هناك وتتبسط، تروحش لوحدك، خد بعضك انت واهلك وعيلتك وانبسط وشوف، وخليك فخور بهذا الانجاز المصري 100%. 100%، عشان كده انا تعمدت. الله يا سلام لو عمرو يجيب لي استاذ محمود رجع، زميل العزيز استاذ محمود عبد الرحمن، الصحفي بجريده الوطن والمتخصص في التعليم. ازيك يا ريس؟ مساء الفل، عامل ايه؟ مساء الجمال. ازي حضرتك؟ ايه الاحوال؟ كله حلو؟ كله 100 100 الحمد لله. ايه حكايه الطلبه اللي اتلغى لهم الامتحان دول؟ ايه اللي جرى؟ هو في الحقيقه احنا كل بعد كل امتحان بيبقى في تقرير لغرفه العمليات بتقول مين الطلاب اللي ساهموا في موضوع الغش او نشروا ورقه الاسئله بتاعتهم. فبالتالي النهارده بعد الامتحان الديناميكا لطلاب علم الرياضه مباشره تم الغاء الامتحان لطالبين صوروا الورقه بتاعتهم وبعتوها لشاومينج او مواقع الغش الالكتروني، ومواقع الغش دي نشرت الورقه بتاعتهم بالباركود بالرقم السري بتاع الطلاب. فبالتالي يعني بالمعنى البلد كده سلموهم تسليم صعب جدا يعني. الطلاب بعتوا للغش، فمواقع الغش قامت حاطه الورق بالباركود بتاعهم، فسلموا الطلاب في سنتين حرمان من الامتحان والغاء امتحان هذا العام ليهم طبقا للقانون المعمول به في اداره الامتحانات في وزاره التربيه والتعليم. اولا يعني هو الطلبه يعني ان حكموا فلازم يحاكموا بتهمه متعلقه بانخفاض الاي كيو. ده بالغباء يا يعني شخبط على الباركود طيب قبل ما تبعت. هو هنا عايز اقول حاجه، الموضوع هنا يجب ان يبحث نفسيا في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان وزاره التربيه والتعليم عندها غرفه عمليات مراقبه بالكاميرات في كل اللجان الامتحانيه على مستوى الجمهوريه، وتصورت ونزلت على كل المواقع الرسميه عشان يبقى في رساله للطلاب، خدوا بالكم ان اي احنا سميناها الفار، ان عشان يبقى كل طالب واخد حقه، انت اتشاف طوال مده امتحانك. فكون ان انت تبقى عارف ان في مراقبه ليك والكاميرا قدامك في اللجنه وتصور الامتحان وتبعته الموقع لحد وهمي انت ما تعرفوش، فبالتالي ياخد الامتحان ويشيره باسمك وبرقمك السري وبالكود بتاعك وهيبيعك وش يعني. ما هو بيعه اهو طبعا. في كده اتنين اتحرموا سنتين من الامتحان ده غير السنه دي كمان بالمناسبه، يعني كده 3 سنين. يعني السنه دي راحت عليه زائد سنتين لقدام، مش السنه دي والسنه الجايه. لا ده السنه دي والسنه الجايه واللي بعدها. لا حول ولا قوه الا بالله. فبالتالي الامر النفسي رهيب، يعني انت بتصور الورقه ليه يا ابني؟ وبعدين بيصوروا بعد ما بيخلصوا الامتحان، في نص الامتحان، في اول الامتحان، ده جزء. الجزء الثاني من 6 الصبح او من 5 الفجر بتبدا المواقع المجهوله دي على تليجرام تلم فلوس من الناس على ان معاهم الامتحان، وبيحطوا الامتحان بالفعل بس مش امتحان السنه دي، بيحطوا امتحان السنين اللي فاتت، مجمعين سؤال من كل امتحان، ومعتمدين على هنا يا ريس على خطه خبيثه جدا. نموذج الامتحان النهارده بيجي للطالب 4 نماذج، يعني الاربع طلاب اللي قاعدين جنب بعض بيبقى معاهم فعلا نفس الاسئله، بس كل واحد معاه نموذج بارقام معينه، يعني اللي عنده في النموذج الاول السؤال رقم 1، السؤال رقم 1 ده موجود رقم 20 في النموذج الثاني. ايوه. فاللخبطه دي او مش اللخبطه، السيستم ده خلى الاغبياء بتوع مواقع الغش يعتمدوا عليها فكره ان ده النموذج الاول في الامتحان، فولي الامر بقى يصحى الفجر يصلي الفجر ويخش يحول ب 200 جنيه ولا ب 300 جنيه فلوس ليهم عشان ياخد الامتحان، فيصاحبني ويديهوله. فابنه قايم مش عارف حاجه فيركز على النقاط دي بس، يخش يلاقي النقاط متجمعه من السنين اللي فاتت، اسئله وهميه. ولي امر عجيب برضه يعني اللي يعمل كده، يعني بيربي ابنه على ايه؟ عاوز يطلع الواد يعني. ما انا بقول لك النوع ده من اولياء الامور، هو عاوز ايه القيمه اللي يزرعها في ابنه؟
لا هو النوع ده يا ريس من وجهة نظري هو ما فهمش كويس فكرة منظومة التعليم الجديدة. منظومة التعليم الجديدة قايمة على فكرة خلي ابنك يدرس على قده. بمعنى ايه؟ انا النهارده كل الكليات عندي بقت متطورة جدا وبتدرس حاجات مواكبة لسوق العمل. يعني كلية التجارة ما بقتش زي كلية التجارة زمان، كلية الآداب ما بقتش زي كلية الآداب زمان. فبالتالي انا ابني النهارده مجموعة يجيب كلية التجارة، ما هو هيخش كلية التجارة بمستوى ده، اولا هيمشي فيها، ثانيا هيقدر يخرج لسوق العمل بحاجة هو محصلها بالفعل. يا محمود هي التجارة دي اصلا انا برضو من الناس اللي بتستغرب قوي على مسألة ده يدوب هيخش تجارة. التجارة دي كلها صعبة جدا وعظيمة. انا بستغرب العمل فيها مفتوح انه الناس بتتعامل مع كلية التجارة باعتبار بقى خلاص يعني انعدمت الاختيارات فهي تجارة. كانوا على ايامي كده يقولك خلاص ده دخل تجارة الشعب. التجارة دي كلها صعبة جدا. انا بشكر ربنا ان انا ما دخلتش تجارة لانها كانت صعبة عليا والله ما بهزر. هو بس يمكن وبره الناس اللي بتخش ما يطلق عليه بزنس واكاونتنج والحاجات زي كده هي المحاسبة ما بيسموهاش تجارة زي عندنا يعني. لا ده لازم يكون جايب درجات عالية علشان يلتحق بالكلية دي، ده في بلاد بره. ومصاريف الكليات دي أغلى من مصاريف كليات تانية. كلام حضرتك مظبوط 100% ومش بره بس، عايز أقول حضرتك إن بيزنس وتجارة إنجلش والحاجات دي نفس المنهج بنفس كل المخرج التعلم النهارده بيندفع فيه مئات الألوف أو عشرات الألوف عشان خاطر أبقى منضبط، وبياخد مهارات مختلفة جدا للطالب ومجموع مختلف جدا للطالب. فكون إن إحنا موفرين أو الدولة موفرة كلية تجارة لطالب بيدرس بأنظمة حديثة عشان خاطر يخرج يواجه سوق العمل المنفتح للمحاسبين وللبنوك وما الى ذلك طبعا. فده مش بيقل من طالب، بالعكس المفروض ان هي درجاتها ترتفع. بس انا يعني هو ايه السبب في ان احنا بنقول كلمه دخله وخلاص ولا رميه في ادابه وخلاص؟ يمكن عشان المجموع المنخفض مش اكتر، ولكن بالتوازي ليها يا ريس نفس التخصص في اي كل جامعات خاصه او في اي اماكن تانية بتاخد مهارات مختلفه ومجموع مختلف. طيب قول لي بقى الاحوال النهارده كانت في الامتحان ماشيه ازاي بشكل عام بعيدا عن الاثنين الطلبه دول؟ هو الامتحانات بقت منضبطه جدا من ساعه ما الكاميرات وغرفه العمليات اللي هي التحكم الرئيسي في الوزاره اشتغلت على كل اللجان في كل القرى والنجوع في كل الادارات في كل المحافظات. بمعنى ان دلوقتي الغرفه بتاعه الوزاره فيها لو احنا عندنا 3800 لجنه فاحنا عندنا 3800 كاميرا في كل لجنه، وفي الحوش بتاع المدرسه في كاميرا وتقرير يومي رسمي لرؤساء اللجان ورؤساء الفرعين وما الى ذلك. فبالتالي فكره الانضباط بتاع الامتحان او الامتحانات بقت ماشيه مظبوط 100% بدليل احنا كنا كل سنه بنسمع عن تاخر تسليم الاوراق، مش عارف ورق طالب طلع لا ورقته متغيره لا مش عارف ورقته مقطوعه. الكلام ده احنا النهارده يوم الخميس الجاي ان شاء الله باذن الله هو اخر امتحان السنه دي، فما فيش ولا حاله من دي ظهرت لا على المستوى بتاع الشكاوى اللي احنا بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي ولا على المستوى الرسمي. الحاجه الوحيده اللي محتاجه دراسه نفسيه من وجهه نظري هي فكره ان طالب يصور ورقته ويحطها. لو هذه النقطه احنا التسريب اتمنع انتهى خلص، اللي هو التسريب اللي كان الامتحان بيتسرب بالفعل قبل بدء الامتحان والكلام ده خلص بدليل ان ما فيش ولا امتحان قيل انه تسرب وتطابق مع الورقه الحقيقيه اللي جت للطالب. ده اجزم لحضرتك ما حصلتش السنه دي نهائي. الحاجه الوحيده اللي بتحصل ان الطالب يصور الورقه او يعني طالب او اثنين او ثلاثه يصوروا الورقه ويبعتوها وفي لحظتها بيتم تحديدهم واتخاذ الاجراءات القانونيه. ما يمكن بقى مواقع الغش دي بتدي لهم فلوس او حاجه يعني يعرض مبلغ ما يتم تحويله للطالب اذا بعت لهم الامتحان. طيب خلاص هو استفاد ايه بالمبلغ لو في حاله مبلغ مالي؟ طب ما هو صغير يا محمود. صحيح كلامك مظبوط 100% طبعا. وده هنا هرجع بيه تاني لمساله ولي الامر. انا عايز اشكرك الاول يا محمود كل الشكر لزميلي محمود عبد الرحمن الصحفي في جريده الوطن والمتخصص في التعليم.